أظن إحنا شفنا أكتر من واقعة نراها بالتأكيد مؤسفة أو محزنة أو مخيفة أو صادمة متعلقة بمقتنيات كبار الفنانين. يعني نلاقي أنه طيب بعض من مقتنيات الأستاذ نور الشريف اللي هي بتتباع في سوق ديانة، كان قبلها أيضا مقتنيات الأستاذ حسن كامي الله يرحمهم جميعا، مزادات إلكترونية بتتعمل وتشوف المقتنيات قدامك على صفحات الفيسبوك ومش عارف إيه، والمزايدات تبقى شغالة وحاجات من هذا النوع، شيء يخض. هو الحاجات دي إزاي خرجت وإزاي بيتم تداولها؟ ده شيء الحقيقة مخيف، لأنه اللي يخوفني في حاجة زي كده خلي بالك إنها مش بالضرورة تروح لجامع تحف أو جامع مقتنيات فاهم قيمة الحاجة، هي ممكن تروح لحد مش هقولك مش فاهم بس هو لديه غرض آخر، ألا وهو طمس مثل هذا التراث وهذه المقتنيات. وارد أنها تتاخد وتخرج بره البلاد خالص وما نعرفش عنها حاجة، فيغلق أو يشطب أو يمحى جانب كبير جدا من تراثنا الثقافي والسينمائي وهكذا، والموسيقي لما بتبقى نوت وما إلى ذلك بتاعت ملحنين وموسيقيين ومؤلفين كبار، مؤلفين موسيقيين كبار أو مؤلفين دراما أو مؤلفين مسرح أو إلخ إلخ إلخ. ده اللي بيخوفني بجد. المسألة مش أنها تذهب إلى مقتني فاهم قيمة الحاجة، لا، الخوف إنه تطمس تختفي، ودي حاجة ليها الناس اللي هم لعيبة فيها. يعني خلوني أفهم وتناقش حول هذا الموضوع مع الأستاذ حسام علوان. أستاذ حسام علوان سينمائي وكاتب وجامع تحف ومقتنيات هامة. أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا. إزاي الصحة؟ كله تمام؟ تمام، كله تمام الحمد لله. مسألة المقتنيات بتاعة كبار فنانين ومثقفين وما إلى ذلك ونجدها تبقى موجودة على مزادات إلكترونية على صفحات تواصل وأحيانا نجدها على الرصيف، تشوفها إزاي القصة دي بقى؟ والله أنا يعني الواحد ساعات بيحزن وبيندهش في نفس الوقت. يعني أنا في حاجات طبعا خاصة بأستاذ نور الشريف أنا شفتها في أسواق وكده، بس كان عندي حاجز نفسي حتى ان انا ابص عليها. يعني ان انا يعني لانه ازاي حد بقيمه الاستاذ نور الشريف حاجته تترمى بالشكل ده، سواء صور شخصيه او اوراق خاصه او سيناريوهات او يعني كان يعني هي فعلا حاجه محزنه. يعني ازاي ده حصل؟ انا شخصيا ما اعرفش. يعني اكيد في طريقه ما خرجت بيها الحاجات دي لحد بياع روبابيكيا او تاجر من تجار واتباعت. يعني ف ازاي ده حصل؟ انا ما اعرفش. مع نفس الشيء كان حصل قبلها في شقه الاستاذ احمد زكي برضه. طبعا صحيح. الحاجات دي انا شخصيا بيبقى عندي حاجز نفسي تجاهها، يعني بعيدا عن قيمتها او ان هي غير قيمه. هي دايما قيمة، يعني في النهاية لما اجي اشوف جائزة التقدير الذهبي الامام معروضة للبيع على صفحة او تتحط على الرصيف، دي مصيبة في حد ذاتها. يعني او ان انا الاقي مكتبة كاملة بـ 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 بتتباع او تتحول في مسار الى الاندثار، شيء مخيف. علاج ده ايه من وجهة نظرك يا استاذ حسين؟ والله هو يعني هو مش بالشكل المخيف اللي انت بتتكلم عليه برضه من وجهه نظري. ليه؟ لانه مثلا بالنسبه للمكتبات وكده فاغلب اللي بيشتروها هم تجار كتب، يعني دي مهنتهم، فهم عارفين قيمه الكتاب او قيمه المجلات اللي بيشتروها، وبالتالي اللي بيقتنوها كمان هم ناس يعني مهتمين باقتناء هذه النوعيه من الكتب او المجلات. حلو. فبالتالي ده مش بشوفش ان هو شيء مخيف. ده في حاله لو راح لجامع فاهم، يعني راحت لحسام علوان ماشي، لكن لو راحت لحد بقدر ما هو فاهم بقدر ما هو عنده زي ما نسميها هيدن اجنده، الحاجه دي هتتاخد حتى يطمس هذا المعلم ما يبقاش موجود، يبقى في عندي فاصل من وجداني مش موجود، من تراثي مش موجود. والله انا ما عنديش التخوف بتاع حضرتك ده لاسباب كتيره كمان.
يعني انه احنا لما بنفترض ان هو كتاب او مجله او غيره فبيكون صدر منه الاف النسخ، وبالتالي لو فقدت نسخه ففي 999 لهم 1000 نسخه. اللي بيحصل كمان حاليا انه بيحصل حركات كبيره من اليونسكو ومكتبات كبيره زي نيويورك بابليك لايبرري وزي مكتبه فرنسا الوطنيه لديجيتايزنج مجموعه ضخمه جدا من الكتب والمجلات وخلافه. وبالتالي حتى مثلا مجلات وجرايد زي الاهرام وزي المقطم في نهايه القرن 19 وخلافه بتلاقيها دلوقتي موجوده في ارشيف مثلا مكتبه الجامعه الامريكيه في بيروت او مكتبه الجامعه الامريكيه في القاهره، وبيعمل لها ديجيتايزنج وبتبقى متاحه للباحثين وخلافه. نفس الشيء برضو بتلاقي كتب كتير بالعربي موجوده في مواقع زي موقع مكتبه نيويورك العامه او مكتبه المكتبه الوطنيه الفرنسيه. وانا شخصيا لما ببقى بدور على كتاب قديم مش عارف الاقيه بدخل يا اما على المكتبه الوطنيه الفرنسيه يا اما مكتبه ده لو انا عايز احصل على الكتاب. لكن لو انه افترضنا ان هناك نسخه سيناريو ما كاتبها فلان الفلاني كاتب مهم وكانت من مقتنيات مثلا استاذ نور الشريف، فيكتب نور الشريف على هذا السيناريو هوامش ملاحظات إلى آخره، في الحالة دي هو مش مجرد سيناريو عادي، في الحالة دي مش مجرد رواية أو كتاب، في الحالة دي هي جزء من نور الشريف طبعا. بس أنا فدي ملهاش تكرار. اللي عايز أقوله أنه دي حركة التاريخ، بمعنى أنه في العالم كله إحنا بنلاقي ده، يعني مش في مصر بس إحنا بنلاقي الظاهرة دي، لا إحنا بنلاقيها في العالم كله، بنلاقي مزادات على اوراق اكثر اهميه بكثير جدا من ملاحظات ممثل او مخرج على سيناريو. بنلاقي اوراق كثيره جدا مهمه بتنزل في مزادات في سوزبيس وكريستيس وخلافه. يعني وبعضها يعني مثلا كان في جواب انا فاكر من حوالي شهر او شهرين كاتبه الشاعر الفرنسي جان ارتور ريمبو لما كان في اليمن، اعتقد تخطى ال 100,000 يورو، وده كان عنده مقتنى. فبالتالي اللي اقصده انه ده ما مش الشيء اللي يرعبنا يعني او يخوفنا، ان الحاجه ان المعرفه تنتشر او ان القيمه ما تنتشر. هو الفكره ان احنا نقدر نحافظ احنا على نفسنا على الذخائر بتاعتنا. احنا الارشيفات الالكترونيه عندنا مصري على المستوى المصري محدوده جدا، اغلب يعني حتى مكتبه اسكندريه يعني من الصعب الوصول للماده بتاعتهم اونلاين بشكل ما. في عندنا كتير مواد احنا ما بنستعملهاش وما بنستخدمهاش، معرفه احنا ما بنتواصلش معاها. هو ده الاخطر من ان هي ان احنا نخاف ان هي تبقاش موجوده. لا يعني ان احنا ما بنستغلهاش الاستغلال الامثل في حال وجودها، دي قصه شيء خطير بس هي قصه. لكن في حال انها تختفي اصلا هي هنا القصه اصبحت اكبر. يعني وانا هنا اختلف مع حضرتك، هو الموضوع خطير انه انا امحي جزء. يعني لما نقعد اتصور انه نوت او بعض النوت لسيد درويش مش موجوده، مش موجودة بالرغم ان اللحن كان موجود، فانت بتدور على النوتة اللي كتبها سيد درويش مش موجودة، لا موجودة عند يوسف ولا موجودة عند جامع مهم ولا موجودة في المتحف الموسيقي ولا موجودة في حتة. ده في حد ذاته خطورة، لانه ده معناه اندثار لمعرفة ما بقتش موجودة. زي بالظبط كده اجندة ملاحظات نيكولا تسلا مش موجودة. لو كانت موجودة ولم تندثر كان زماننا وصلنا إلى تقدم تكنولوجي مختلف مثلا، يعني أنا بقول على سبيل المثال. فهذا النوع من الأمور هو فعلا خطير ولا إيه؟ والله أنا زي مش حاسسها كده يعني. لا أنا مش حاسسها بالقدر ده من الخطورة. يعني يمكن أنا يمكن لأنه اتصالي بالموضوع مختلف. يعني الفكرة أنه أنا بشوف مثلا أغلب بائعي الكتب بيجيبوا مكتبات وبيشتروا من بياعين ربابيكيا
وبيفرزوا ورق وبيفرزوا مكتبات، بيبذلوا مجهود ضخم جدا عشان يقدروا يوصلوا او يحافظوا على كتاب معين كويس من ضمن يعني الاف الكتب اللي ممكن تكون بتروح عشان تتحول لورق دشت. فاهم قصدي؟ للمصانع يعني، تروح للمصانع عشان تتحول لورق دشت في الاخر. فاهمك. المجهود اللي الناس بتبذله بيبقى عشان الحفاظ على الكتاب ده كويس، وبالتالي اللي بيدور عليه واللي بيشتريه هو كمان عنده رغبه ان هو يحافظ عليه وشايف ان هو هيستفيد منه بشكل ما. فدي حركه تداول معرفي بتحصل في العالم كله، يعني انا مش هقدر اوقف حركه التداول. انا مش عايزها تقف خالص، وانا مش ضد ده، بالعكس هي لو مستمره مفيش عندي فيها مشكله. انا كل تخوفي من فكره مش كل اللي بيشتري بيبقى بهدف الحفاظ، هناك من يريد الشراء لأجل الاحتفاظ بها في قبو مغلق لا أحد يقرأها. يعني قد يكون ضرب من ضرب الخيال في خيالي أنا الشخصي، هو أن في حد تعمد أن ملاحظات تسلا ما تبقاش موجودة، متعمد، فليكن ورثة إديسون يعني أيا كان، مش دي القصة، بس حد متعمد انه ده ما يجراش، انه ملاحظات تسلا بتقدمها بتصوراتها المستقبليه ما تبقاش موجوده. فهنا هو دي الناس اللي بتخوفني، مش الجامع اللي عارف هو بيحافظ على الحاجه وبيحتفظ بيها وتتوارثها اجيال وتظل دائما موجوده، لا، انا التاني اللي بيحطها في القبو المظلم هو ده اللي قلقني. عشان كده انا عايز انظم المساله او تصوراتي انه المساله قد تنتظم ولو بشكل ما. بمعنى ايه برضو تنتظم؟ ما تبقاش المسألة متروكة كده، يعني نعمل حاجة تبقى أكثر دقة، أكثر تخصصية، حتى لو إنه الجامعين يعملوا زي اتحاد ما يعني، بس على الأقل علشان تقدروا تراقبوا اللي بيحصل في السوق، عشان تقدروا تحصلوا على الأمور نبقى مطمنين إنها موجودة مع الأستاذ حسام والأستاذ فلان والأستاذ علاء، الناس دي فاهمة بتعمل إيه، الناس دي خايفة على الحاجة، مش عاوز الحاجة تتاخد وبعدين تختفي. في شنطة يا حسام بيه اتاخدت وطلعت وخرجت بره البلد مليانة على مدار سنين طويلة بالمناسبة، مش سنة ولا اتنين ولا عشرة، شنط كانت بتتاخد وتختفي ومحدش عارف الحاجة دي فين دلوقتي. يعني مش مثلا عارفين انها موجودة عند فلان الفلاني في كندا، احنا ما نعرفش هي فين، راحت بس. والله انا طبعا انا ما اعرفش، ما عنديش معلومات كافية عن الموضوع اللي حضرتك بتتكلم فيه، موضوع خروج شنط فيها حاجات او كده، انا ما اعرفش اي معلومات عندها. اللي انا اعرفه ان هو المقتنين دولت، يعني في حد زي دكتور محمد الباز مثلا، راجل مقتني وظهر مع في التلفزيون مع وعنده مجموعه مهمه وبيوريها للناس وبيحاول يعرف الناس بيها وخلافه. مش في مقتنين اخرين بيبقى هو عايز يبقى الحاجه دي عنده هو فقط ومحدش غيره يشوفها. ده سلوك شخصي يخصه، انا ما اقدرش اقول له انت ليه مش عايز توريني الحاجه دي رغم ان هي مهمه بالنسبه لي. هو في الاخر هيقول لي لا، انت في مصادر ثانيه تقدر تروح لها تدور على الكتاب ده او الموضوع ده فيها. فاهم قصدي؟ يعني الفكره انه انا ما اعتقدش ان في حد، دي هوايه في الاخر يعني، عند اي شخص هو بيقوم بالاقتناء هو لان دي هوايه عنده، بيحط فيها جزء من مدخراته، بيستمتع بيها، بيشوف ان هو ايه ممكن هو يعني ينمي معرفيا. يعني يعني مثلا لو الواحد بيجمع مجلات من العشرينات والثلاثينات، ماشي، هو عايز يعرف الناس وقتها كانت بتفكر ازاي، بيتكلموا ازاي، ايه القضايا اللي بتناقشوا فيها. ماشي، المجله دي موجود منها الاف النسخ، يعني لو عدد من مجله المصور فهو موجود منه الاف النسخ. مظبوط. ماشي، ومحفوظ في دار الكتب المصريه، ومحفوظ هنا، وموجود في مكتبات كتيره. فبالتالي ده مش مقلق، لكن اذا في حالات معينه ماشي خاصة باللي انت بتقول عليه ان هو يكون في تعمد لاخفاء مجموعات او مصادر معرفية او خلافه، فدي طبعا تستدعي زي ما انت بتقول ان
يتشاف ملاحقة ليها بشكل ما. لكن غير كده أنا شايف إن هو الأمور أكثر سلاسة، وإحنا من زمان بنروح مكتبات قديمة نشتري كتب قديمة، نشتري مجلات قديمة، نشتري يعني إحنا من سور الأزبكية، من سور السيدة زينب، من شارع النبي دانيال، كل الأماكن دي فيها دي متفق عليه، ما فيش فيها مشكلة. دي ما عندناش فيها أي اختلاف أنا وإنت خالص خالص يعني، هو بس الجانب التاني كنت بقول لك عليه، دي تخوفاتي وقد تكون مجرد مخاوف وأشباح موجودة في ذهني أنا. على كل أنا أشكرك جدا 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 أستاذ حسام علوان السينمائي والكاتب وجامع التحف. حتى في ظل وجود هذه الأشباح داخل أفكاري أنا أحب إنه فعلا مش هزار، ما الحكاية من ما تتسابش يعني. أنا مش مختلف مع الأستاذ حسام علوان على مسألة الاقتناء والجمع وما إلى ذلك، أنا كل خوفي زي ما بقول لك أنه الحاجة تختفي يعني، مقتنيات نور الشريف أو أحمد زكي أو حسن كامي أو 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 مش مفترض أنها تبقى موجودة على الرصيف، مش مفترض يعني، دي نقطة. النقطة الثانية مش مفترض أنها تترك نهبا لكل من هب ودب، مش مفترض يعني، هو مش مقبول أصلا لأنه فلان الفلاني ياخدها ويعدمها، فلان الفلاني ياخدها ويخفيها، فلان الفلاني قد يعرضها على العامة على الكل، أهلا وسهلا يبقى خير وبركة، بس مسألة أنه أنا اشتريتها فمن حق أخفيها، لا مش من حقك، لأنه ده جزء من تراث إنساني بالمناسبة، والتراث الإنساني ما هوش ملك مخلوق يعني، ما هوش ملك فرد، التراث الإنساني هنا بتنعدم فيه الفردية بالكلية بالمناسبة يعني، لأنه إذا مشينا في الخط ده لحد اخره يبقى ساعتها اللي يحفر حاجه في الارض ويلاقيها ياخدها، فنبقى بنتاجر في الكنوز ونتاجر في الاثار ونتاجر في ما مش انا حفرت ولقيتها، او انا لقيت مزاد واشتريتها تبقى بتاعتي، لا هي مش بتاعتك. التراث الانساني مش ملك فرد تاني، التراث الانساني تنعدم فيه الفرديه.